United, Quito, Marcos e Mapati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع وعدتكم ان انا اتكلم فيه، بس للأسف طبعا المشاغل وكده سهيت عنكم، سامحوني اكيد. معكم محمود موارد من يوكيفيت. النهاردة هنتكلم على موضوع زيادة الوزن. زيادة الوزن، عشان نتكلم على موضوع زيادة الوزن لازم نعرف الاول احنا بناكل ايه وبنشرب ايه وبنعمل ايه في حياتنا والكلام ده كله، وبناء عليه بنبدأ ان احنا نتحرك تدريجيا تجاه الرايت نيوتريشن او التغذيه السليمه اللي تحقق لنا زياده الوزن مع كثافه عضليه بدون ما ناثر على نسبه الدهون الضاره في الجسم. طبعا اول حاجه هننصح بيها النهارده يا جماعه في موضوع زياده الوزن، عشان تزيد صحيح لازم تكون انت جسمك نشط، ويكون فعلا نسبه الميتابوليزم او نسبه حرق معدل الحرق عند حضرتك معدل كويس. بمعنى ايه؟ طبعا ناس كتير هتستغرب الموضوع ده، مع نسبه الحرق كتير يبقى انت هتقل وزن؟ لا طبعا، ده مش حقيقي. لو انت فعلا معدل الحرق بتاعك ملتقي او بنفس نمط الانتيك كالوري بتاعك او السعرات الحراريه الداخله لجسمك، بس سعرات حراريه فعلا مفيده وفعلا بتبقى سعرات حراريه مكثفه او كومبريست على الجسم بطريقه سليمه، هتقدر ان انت تزود حجم عضلي ووزن حتى لو عندك مشكله في النحافه. طبعا لازم برنامج غذائي في الموضوع، بس اهم حاجه اللي انا انصح فيه عشان تزيد الوزن لازم تقل يعني لو في جسمك دهون، اولا لازم الدهون دي تقل، بالذات الترانس فات. لو انت عندك نوع من انواع الدهون اسمه ترانس فات، ده هو الدهون اللي هي الشحوم الصعبه تفكيكها، فدي لازم تقل عشان نقدر ان احنا نفتح مجال للعضله وللجسم ان هو ينشط بطريقه طبيعيه. يبقى اول حاجه عندنا هندخل نسبه كربوهيدرات او نشويات كويسه مش ضاره او مش كومبلكس، مش كربوهيدرات معقد، كربوهيدرات خفيف يقدر ان هو جسمك يستوعبه ويبدا ان هو جسمك يستفيد بيه اكتر من ان هو يستخدمه استخدام طبعا ضار. زي طبعا احنا هندخل كومبلكس كارب او كربوهيدرات مركب او معقد شويه عشان يبقى سرعه التحميل في الجسم او سرعه الهضم في الجسم بتبقى بطيئه الى حد ما، اكيد مع واي بروتين او بروتين بمعنى اصح يعني. وطبعا لازم يكون في سبلمنتس. السبلمنت ده طبعا بترجع مع الكوتش بتاعك او الطبيب بتاعك وهو بيقول لك بالظبط انت تاكل ايه وتشرب ايه، بناء عليه انت بتحاول انت تاخد ستيب باي ستيب. يبقى لازم ندخل كربوهيدرات، لازم ندخل بروتين، ولازم برضو ندخل في الموضوع تدريبات مقاومه تكون تدريبات قوه، زي اما تروح الجيم مثلا لازم تبقى اولا لازم تبقى عارف تعمل ايه. لو مش عارف بليز لازم تسال حد من الجيم او تشترك مع حد ان هو يمرنك تدريب شخصي في الجيم او اونلاين. ايه اللي بيحصل؟ ان انت بتبدا ان انت تحمل او تعمل ايسليت على العضله، بتقدر ان انت تحمل على العضله او المسلز بتاعك بطريقه فعلا ان هي تخلي العضله تنمو بدون ما يحصل لها ضمور، وفي نفس الوقت بتحرق الدهون اللي حواليها، فبتدي مساحه لنفسك ان انت تنشط وجسمك يكون نشط بطريقه احسن. وفعلا الغذاء اللي بتدخله لجسمك ده ما بيتخزنش على هيئه دهون، لا ده بالعكس، ده العضله وجسمك بيستفيد منها وفي الاخر بتطلع. نخفف السكر يا جماعه، السكر طبعا ده مش حاجه كويسه، واي حاجات فيها سعرات حراريه عاليه سعرات حراريه عاليه ضاره، مش سعرات حراريه عاليه خلاص. لازم التمرين على الاقل يبقى على انضباط، بدون تمرين هيبقى صعب الموضوع علينا ان احنا نقدر ننشط الخلايا العضليه والدوره الدمويه، ونقدر ان احنا نتاكد ان التغذيه واصله بطريقه سليمه للجسم بتاع حضرتك. السعرات الحراريه المطلوبه لاي حد بترجع من او بتفرق من شخص لاخر حسب الوزن وحسب الطول والعمر والحاله الصحيه. هنا بترجع حسب عدد السعرات الحراريه، بس دايما خليك دايما يعني في الطبيعي ان المفروض ان هو بيتحط كل ساعتين، لازم حضرتك يوم
لازم او حضرتك لازم تاكلوا حاجه، لازم تاكل حاجه عشان تقدر ان انت تظبط الكتله العضليه بتاعتك. الموضوع مش سهل ومش صعب، هو مش سهل للي مش فاهم بيعمل ايه، ومش صعب للي طبعا فاهم وعارف ومتابع مع حد، متابع مع حد او هو فاهم وبيعمل ايه كويس جدا في جسمه. النحافة ده شيء طبيعي جدا، في ناس يعني للأسف بتعاني منه كتير، بس طبعا ده مش عيب، ده ساعات بيرجع للجيناتكس بتاعك. احنا وظيفتنا كبروفيشنالز او كمحترفين في الرعاية الصحية او في المجال الصحي عامة، في الرياضة او في التغذية، ان احنا نركز على الجزئية دي ونقدر نفصص بالظبط جسمك او جسمك مكون ازاي وتكوينه ومحتوياته اللي احنا نقدر ان احنا نشتغل عليها وندخل الـ 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 الحاجه الاساسيه او المنتج الاساسي او الغذاء الصحيح في الوقت الصحيح لجسم حضرتك او لجسمك. فعشان كده يا جماعه اهم حاجه سعرات حراريه كويسه، سعرات حراريه تكون مفيده للجسم، في شامله كربوهيدرات، بتكون على الاقل مثلا في وجبتين او ثلاث وجبات في اليوم منها كربوهيدرات معقده اللي هي بيبقى تفكيكها في الجسم او تفكيكها بسهوله، بيصعب شويه تفكيكها بسهوله، وفي نفس الوقت بتكون مفيده. زائد برضو سيمبل كارب في الوجبات الثانيه، لو هتدخل اي وجبات ثانيه مع بروتين، مع بروتين حيواني او نباتي بس بكميه معقوله، وفي نفس الوقت تكون كميه حسب وزن حضرتك. يعني مثلا لو لكل كيلو جرام مثلا احنا نقول 1.5 جرام بروتين، انت ممكن في الفتره دي تدخلها ل 2 و2.5 جرام، ده برده بترجع للكوتش بتاعك او للطبيب بتاعك في الموضوع ده، ده مهم جدا. بس دي نصيحه كده على السريع عشان نقدر ان احنا نعرف بالظبط نحرك نفسينا ازاي ونطلع بنتيجه كويسه نلمسها فعلا ونكون شايفين منها نتائج كويسه. يبقى اهم حاجه عندنا الكربوهيدرات والبروتين، نسبه الدهون بتاعتنا تكون دهون مشبعه يعني مش ضاره، دهون زي الاوميجا 3 والفيش اويل، فيش ليفر اويل والكلام ده كله، اللي هي زيت كبت الحوت بالعربي والحاجات دي كلها. فدي من اهم الحاجات اللي احنا المفروض لازم نشتغل عليها ولازم ان احنا نتبعها. يا رب اكون فدتكم النهارده في المعلومه السريعه. النهارده كان معاكم محمود المواردي من يو كيفت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتابعوني في الحلقه الجايه، هنقول ازاي نقدر ان احنا نحط كتله عضليه، وهندي مثال على شخص مثلا عنده وزنه 100 كيلو وهو وزنه مثلا اذا كان نحيف او اذا كان عنده وزن زايد، اذا كان ده او ده، يعني لو كان هو 100 كيلو او اذا كان عنده 45 كيلو او 50 كيلو من الحاجات دي كلها. تابعوني الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معاكم محمود الموردي، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. See you later.